Assalamu alaikum students. As we have already learned about the numbers, so today we are going to do an activity regarding the numbers. So we have to make numbers from 1 to 10 today by using clay. Okay? Yeah. So let's get started. عاد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض لي أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات وعليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي صلوات الله عليه الله الله يا رسول الله يا رسول الله 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 طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصافي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة